حادثة وفاة الطفل رفيف لاقت صدى واسع وتضامن كبير من الشارع أو في الشارع الديواني وفي عموم العراق كذلك، حيث حمل متظاهرون من المدينة مسؤولية وفاتها، حملوا الحكومة والعملية السياسية التي وصفوها بالفاسدة والتي لم تتمكن من توفير جهاز سعره 3000 دولار في المستشفى لإنقاذ حالتها والحالات المشابهة. دعونا نتابع جانبا من حديث المتظاهرين في اللقطات التالية. والظاهر الأطباء القسم من عندهم انضافوا إلى الفساد الموجود في مجلس المحافظة. نعم أصبحوا جزء من الفساد الموجود في مجلس المحافظة، ولذلك هذه المظاهرة اليوم حقيقة عبرت عن مدى سخط الجماهير الديوانية على العملية السياسية الموجودة. عمي استهتار قسما بذات الله العملية السياسية الموجودة بالديوانية منذ السقوط ولحد الآن استهتار، لأنه ما شفت لواحد نظيف. بويان انتخبتك تشريعي، انت بس حرامي 24 ساعة تلفظ، ولك جهاز 3000 دولار جهاز ما تشتريه وتروح سفرات لبنان وتروح سفرات الإيطالية من هون الأهل. نحل على والديك ونحل على بيك ونحل على المكنك من عندنا يا مجرم يا فاسد، ولك بالصحة برواح الناس تلاعب. بس وين السبب؟ السبب بالشعب، قسم بذات الله بالشعب، لأنه اكو ناس ساكتة عنهم يشوفونا يباعونا ويضحكون ويمشون، ولك مباشر بنتك تموت وابنك يموت، ولك وين الخدمات بالديوانية، ولك محافظ قالوا 16000 مرة وبعد مكان، ولك والله مصيبة يقيلون مديرة الصحة ويطول 15 دفتر وترجع، يقيلون مدير البلدية 10 دفاتر ويرجع.